التغيرات والتعديلات جزء أصيل في عالم كرة القدم، وخلال السنوات الأخيرة أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم العديد من التعديلات على قوانين مختلف البطولات. من بين هذه التعديلات النظام الجديد الذي تم إعلانه لبطولة كأس العالم الذي يقضي بزيادة عدد المنتخبات المشاركة. ولكن كيف تتمكن منتخبات إفريقيا من التأهل للمونديال بالنظام الجديد؟ على مدار سنوات طويلة كانت المشاركة الإفريقية في بطولة كأس العالم محدودة للغاية في ظل ضعف مستوى منتخبات القارة السمراء بالمقارنة مع المنتخبات الأوروبية. ومع التطور الذي طرأ في عالم كرة القدم نجحت بعض المنتخبات الإفريقية في تحقيق طفرة في مستوياتها، ما جعلها تظهر بالمظهر اللائق في المنافسات العالمية. الاتحاد الدولي لكرة القدم سعى مؤخراً لمنح هذه المنتخبات الطموحة فرصة أكبر في الإعلان عن نفسها وزيادة حدة المنافسة في المناسبة العالمية بين المنتخبات. أليس هناك أقوى من بطولة كأس العالم والتي تقام كل 4 سنوات بين أقوى المنتخبات التي تنجح في عبور تصفيات طويلة وصولاً إلى النهائيات المثيرة؟ ما حققه المنتخب المغربي خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم ليكون المنتخب الإفريقي والعربي الأول الذي يصل إلى المركز الرابع أثبت أحقية منتخبات القارة السمراء في الحصول على حظوظ أكبر في المشاركة. وعلى مدار الفترة الأخيرة عملت العديد من الاتحادات المحلية الإفريقية على دعم اللاعبين المحليين وعملية الكشف عن المواهب وتشجيع الاحتراف الأوروبي لتطوير قوائم المنتخبات المحلية. وبالفعل على مدار هذه الفترة شاهدنا طفرة كبيرة في صفوف العديد من المنتخبات الإفريقية والتي أصبحت تناطح بشكل واضح المنتخبات الأوروبية الكبرى، والتي لم تعد مع منتخبات أمريكا الجنوبية المرشح الوحيد للقب المونديال. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديل نظام بطولة كأس العالم بداية من النسخة المقبلة في 2026 لتشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخها بدلاً من 32 فقط. ومن جانبه أجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن السؤال الأول لكل المنتخبات أعضاء الاتحاد والتي ترغب في معرفة النظام الجديد لتصفيات كأس العالم. النظام الجديد للمونديال يقضي في تصفياته الإفريقية بتقسيم الفرق المشاركة إلى 9 مجموعات والتي تتكون كل منها من 6 منتخبات على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات، بينما يلعب أفضل 4 منتخبات وصيفة ملحقاً قارياً يصعد الفائز منها إلى ملحق آخر عالمي بحثاً عن مقعده في نهائيات كأس العالم، ليصبح عدد المشاركين في القارة الإفريقية 9 منتخبات وقد يصل إلى 10 إذا نجح المشارك في الملحق العالمي في العبور. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن كذلك مواعيد مباريات تصفية كأس العالم 2026 والتي ستقام في الفترة من 13 نوفمبر المقبل وحتى 18 نوفمبر من عام 2025. وسيكون عام 2023 شاهداً على جولتين فقط، هي الأولى والثانية من تصفية المونديال، بينما تقام الجولتان الثالثة والرابعة في عام 2024 وتقام بقية الجولات من 5 إلى 10 في العام 2025.